الوزير بومبيو قالها صراحة: إيران هي المسؤولة عن هذا الهجوم. هذا ما قالته مستشارة الرئيس الأمريكي كيليان كونوي في مقابلة تلفزيونية بعد يوم من الهجوم على منشأتي أرامكو النفطيتين. كونوي أرفقت حديثها برسالة حمالة للكثير من المعاني بالقول إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة. هم يظهرون قوتهم والموارد التي لديهم، وهذا لطالما كان سهلاً لإيران من خلال عدم الدخول في مواجهة مباشرة عبر الطائرات المسيرة والوكلاء. لكن هذا الهجوم مختلف ودقيق، وقد استهدف بنية تحتية نفطية كبرى، وهو يخيف الجميع، ليس فقط دول الخليج العربي ولكن الاقتصاد الدولي. إيران المتهمة بالوقوف وراء الهجوم، على الأقل بحسب وزير الخارجية الأمريكي، كانت توعدت بأنها إن لم تبع نفطها فإنها ستمنع الآخرين من بيعه. والهجوم أيضاً يحصل رغم كل الإشارات التي قدمها دونالد ترامب على عدم رغبته بخوض أي حرب، وتعهداته المستمرة بأن سوق النفط العالمي سيكون بخير رغم العقوبات على إيران. معطيات لا تجعل الإدارة الأمريكية أمام الكثير من الخيارات. يجب أن تحتفظ دائما بحق الرد بطريقة مناسبة، وأعتقد أن الإدارة تبحث في مسارات مختلفة وعملية. سمعنا من الحشد الشعبي في العراق الذين هم أساسا موالون لإيران أنه إن كان هناك أي نوع من التصعيد ستتم مهاجمة المصالح الأمريكية في العراق، لذلك هناك تقييم للخسائر والأرباح، وفي حال ثبت أن الهجوم حصل من العراق وليس من اليمن، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع من الرد، وإلا سنكون قبلنا ذلك على أنه الوضع الطبيعي الجديد. وبانتظار التطورات التي سيسفر عنها المشهد والمزيد من الأدلة عن الجهة المسؤولة عن الهجوم، بدأت بعض الأصوات في الدعوة للرد فوراً عبر استهداف منشآت إيرانية نفطية، مقابل أصوات أخرى فضلت نهج الحوار. بمعزل عن الطريق الذي سلكته الصواريخ باتجاه أرامكو، سواء كانت من اليمن أو العراق، فإنها طريق تقود إلى مكان واحد، هذا ما يعتقده الجميع هنا. وبمعزل عما إذا كانت واشنطن سترد أم ستمضي في محاولاتها الدبلوماسية، فإن الثابت هو أن إيران جعلت مواجهتها هذه المرة مع المجتمع الدولي برمته وليس مع دول بعينها. هبة نصر، سكاي نيوز عربية، واشنطن.